قلنا العيد عند الباب. ايه يا عيني بكره يوم الوقفه انت ما هي؟ ايه شو يعني يوم وقفه؟ يعني ما العيد يعني قبل يوم العيد الحجاج بيوقفوا على جبل عرفات صار؟ يوقفوا بيدعوا رب العالمين مشان يغفر لهم ذنوبهم صار؟ مظبوط؟ والنبي عليه الصلاه والسلام قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفه صار؟ عليه الصلاه والسلام فاليوم يوم افضل يوم ما قبل العيد يوم عرفه تمام يا حلوين؟ هلا يا حلوين هل عام انتم بخير؟ ان شاء الله كل سنه انتم سالمين الله يجعل ايامكم هيك عيد وفرح وسرور وهلا ان شاء الله هنعطيكم عيديات رمزيه فبتجي لعندي اول شيء حنبلش انسم عند البنات تمام؟ البنت اللي بتجي لعندي بتاخذ عيديه وبترجع على الكرسي اتفقنا؟ يلا تفضل تفضلي يا اميره We're gonna make it.